نسمع من نور الدين المغرب، يا ترى عندكم في المغرب زي عندنا في مصر في موضوع الموظفين يا استاذ نور؟ السلام عليك يا اخي احمد. عليكم السلام ورحمة الله. هو يا اخي احمد هذه سياسة ممنهجة، هو بدأ بانقلاب ثم بدأ بتشويع الشعب، وهل تدري الى ماذا يريد ان يصل؟ يريد ان يصل حتى يصبح المصري يقول انا سبب الفقر. بهذا هذه سياسة مقصودة حتى يبدأ يجلد نفسه، يقول انا الذي اليد اكثر من طفلين، انا الذي لا اعمل. هذه سياسة مقصودة يا اخي. شكرك والله يا استاذ نور الدين. استاذ نور الدين بيفتح لنا محور مهم جدا، هو عايز يهزمك نفسيا لمرحله، يوصلك لمرحله انك تقول ان انت السبب، عايز يشيلك كل حاجه، عايزك تقول على نفسك ان انت اللي بتعمل كل حاجه وحشه. تعالوا